السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. نهضر شوية على الفرق ما بين دولتين، يعني كندا وامريكا. اليوم كل واحد كيقول واش نمشي لامريكا ولا نمشي لكندا، لانه كلها عندها سلبياتها وعندها ايجابياتها، وكلهم عندهم السلبيات اللي هي ديال البعد. هذا كنا كنتفقوا عليه، ماشي بحال اوروبا. ولكن امريكا وكندا عندهم واحد المكانه خاصه، يعني بجوج عندهم واحد القوه اللي كتكون عند اخرى، يعني كتكون عند امريكا وما تكونش عند كندا، عاوتاني كتكون عند كندا وما تكونش عند امريكا. اللي هما غادي نهضروا على هذه النقاط. اول نقطه اللي هي كندا، اللي ما كتجي ليها واخا كتجي دراسه ولا كتجي فيز سياحه، غض النظر على الا جيتي باقامه دائمه، هذه يمكن لك تحقق الاقامه الدائمه بسهوله، يعني هذه حاليا في كندا. ثاني حاجه نهضروا عاوتاني على امريكان. فهاد الجوج امريكان من الصعب، امريكان عندها صعوبه بزاف باش يمكن الانسان يجي قاري كدا، هذه يولي اقامه دائمه صعيبه عليه بزاف، كتكون واحد الصعوبه. كندا عاوتاني الخدمه كيساعدوك، يعني كتكون واحد المساعده كبيره، كتكون لما كتكون جديد كيساعدوك، كتسول كدا، هذه كيصيفطوك للمكاتب، عندهم ارقام خاصه سواء عائله ولا كنتي شخص بوحدك، عندهم كيساعدوك. امريكان صديبو على حسب الا لقيتي معاه مان ولا كذا ولا كذا، مكاينش واحد الارشادات اللي من ديبار. هذه حاجه. عاوتاني كنهضروا على مثلا الصحه هنا في كندا، يعني بالمجان. امريكان لا، خصك تخلص. كندا عندها لي تاكس طالعين والعمله ديالها ناقصه، العكس ديال امريكان. حتى هما عندهم لي تاكس، وانما العمله ديالهم طالعه، يعني الدولار الامريكي راه ماشي بحال الكندي، يعني دولار امريكي كيساوي تقريبا 75 سنتيم كندي، يعني خصك دولار فاصلة 40 سنتيم ولا شي حاجه ديال كندي باش تعادل لك واحد دولار امريكي، يعني الدولار الامريكي طالع. هذه من جهه. هذه عاوتاني نهضروا على السكن هنا في كندا بكل صراحه غالي، سواء في الشراء ولا في الكراء مقارنه مع امريكان عندها العقار طايح نسبة ما، ولكن كنهضرو حنا على هاد النقط، يعني سلبيات وإيجابيات بين هاد الدولتين. يعني كنقولو كندا عندها طالع النيفو، حتى المعيشة طالعة على أمريكان، وكما قلنا الدولار الأمريكي طالع على الدولار الكندي، يعني قلنا سكنا وقلنا هادي. تاني حاجة اللي هي أسمى حاجة في العالم وأسمى شي حاجة اللي كيقلب عليها الإنسان، وهو الامن هنا في كندا. خرج بالليل، خرج بالنهار، خلي طوموبيلتك مشوحة، ما كاينش اللي يتهاك، العكس امريكان حضي راسك، يعني ما كاينش واحد قمه الامن 100%، الامن في كندا 100%. امريكان خصك تصوت لهم ويديروا تحقيقات على العالم وكذا، ولا غفلتي الا خليتي الساروت ديالك في شي كنتي غادي كدير مثلا هنا الاوبر ولا الدور داش ولا شي حاجه، وقلتي طن كتشوف شي فيديوهات راه السلام علاش في امريكا. هذه ثاني حاجه. نهضروا عاوتاني على الحريه، يعني بينها وبين كندا يعني كتلقاهم متساويين، ما عدا الان اللي هي يطلبوا الدعاء لاخواننا الفلسطينيين. يعني دابا كاين حاطين واحد القوانين، وصيرتو هذا الرئيس ديال الحاليين دابا حطوا واحد القوانين اللي هي ما نقولوش كيمنعوهم، ولكن بكل صريح العباره ما تفاجات في هذه القضيه هذه. علاش؟ لان كتشوف
لما هما كيضربون إخواننا الفلسطينيين ما كاينش اللي كيحرك ساكنين، وهم فسطوا على راسهم ولا شي حاجة. يعني هذا كتصعب، يعني كتفاجئ في هاد القرارات هادو. وهذه هي الخلاصة يعني بهاد الفرق بين أمريكان وكندا، يعني هذا هو اللي كاين. وفي كامل الأحوال يعني كنرجعو، أنا بالنسبة لي أنا حاليا لم نقدر نفضل أمريكان على وداش، على ودي مثلا العملة طالعة وكذا، وهذه وهذه هي الفكرة، العملة والسكن طيح. ولكن بالنسبة للأمن وسميتو أحسن القرار الصائب هو كندا، وهذا هو كان الرأي الشخصي. وقولوا لي أنتم شكون هو الرأي ديالكم، وما تدخلوش علينا بزر سبسكرايب واتصل على زر الجرس ليكونكم كل جديد. هذه هي القضية ديال السلبيات وإيجابيات كندا وأمريكا.